الكويت في الصدارة 41 نقطة، النصر 35 وصافرة البداية. نقول بسم الله وعلى بركة الله، الآن تنطلق من حكم المباراة يوسف النصار. القادسية رابعا أربعة أول، وهذه كرة ناحية بدر مطوع جهة اليمين، بدر بيحاول يمر، بيلعب كرة داخل منطقة 18، وهذه كرة أيضا تنشال أحمد السهو يبعدها، تبغى لنادي القادسية. أصفر هو اللي يدي دوره، كذلك في برقان أو غيره من الأندية الأخرى. كرة اللعب على طول أمامية، فرصة الأولى ضاع عباد، والله كرة حلوة لكن الفضلي أبعدها في الوقت المناسب، الفضلي أبعدها في الوقت المناسب. فوت كرة أقرب لحارس المرمى نايف المطيري، كل حدي ينتقل على الجهة اليمنى، كان في اليسار وانا البلياحي بيحصلها ولا لا؟ تغطية سليمة جدا، وأخيرا هي الكرة برا الملعب من نانا بني سمراني، هذا لعب له كرة برا الملعب بمبدأ السلامة بالتأكيد، وهي الركنية الأولى لعود الرياحي. سهلة يا الرياح، سهلة، حلوة أخذها فكرتها والله حلو، لكن معلش أحمد الرياحي على الأرض بالسلامة إن شاء الله. حارس المرمى أيضا نايف، وحارس المرمى يبعدها في صافرة فيها خطأ، سلامات سقوط نايف المطيري أيضا حارس مرمى نادي برقان. شوف اللعبة، شوف بلانكو حاول يسدد على فكرة، عنده شمالة قوية وشمالة على طول لافة بلعبها على سقوط المطيري على أرضية الملعب، هو كان خارج الملعب كمل نفسه دخل الملعب، لكن انت حارس العموم بالحكم بيوقف مر في تدريب انديتنا وايضا منتخب. فيها صافرة فيها خطأ، حكم المباراة يوسف النصار. فيز الشمري، هذه الكرة مع بلانكو في الاولى ومن ثم لعبت على العموم لقطات لشوط المباراة الأول. أعلن إنها كرة برازيلية قوية، كرة برازيلية قوية من دا سيلفا في الدقيقة 22، وبدور خلاص ما هي راضية، ما هي راضية إنها تكون في المرمى كهدف ثاني للغاتسية. الكل أصبح يشوت، الكل أصبح يشوت، بدر دا سيلفا المطيري، شوف الأخير الشاب الصغير، وأخيرا بدر، شوف 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 كرة بدر أيضا والدفاع في النهاية، وهنا الرياحي يحصلها، مدى الرياحي يلعب العرضية لافة خارج. إذن يوسف وعلي الأندية حتى اللحظة، كويت 41 نقطة من 17 مباراة، القادسية من 18 مباراة أصبح 37 نقطة مع 3 نقاط اليوم حتى اللحظة أتكلم، نصر 35 من 17 مباراة، عربي 35، وهذه خطيرة ما صادها صح، في راية في راية وفي تسلل في راية، حاول يتقدم أيضا التراوري و أو المدافع، لا والله المدافع نانا، شوف شوف اللعبة، شوف الأوفسايد من الأساس، ولما شافه تدخل بكل، لو أخذها لاعب ثاني جاي من الخلف وهذا ممكن، إنما هو انتظر لما أخذها فعلا مستفاد من مكان اللاعب نانا، ولذلك تسلل صحيح وسليم. في خطأ، حكم المباراة يستدعي اللاعب نانا اللي كان في مصيدة التسلل، وهنا الخطأ مع دا سيلفا. لعبة نادي الغاتيال صالح الشيخ، وانقطع دا سيلفا يضغط عليه تراوري، والبينية طارق القمار، دا سيلفا طولها على نفسه، شفت شلون طولها على نفسه، خلاص انقطعت الكرة توصل إلى نايف المطيري حارس المرمى نانا من بني ركنية، لعبة الركنية، حاول أنا مرة ثانية دريسي، وسام يسلم لدا سيلفا،
بلانكو الآن أحمد الرياحي في المرتدة، ممكن بقدر هناك في اليسار أخرها، رجع الدفاع وتوصل بلانكو، هات وخوض، وحارس المرمى ممكن يشيلها، شالها، تدخل شوية في تهور من حارس المرمى ممكن على اللعبة الماضية، واحتجاج قد ساوي، شوف يعني الحارس مع بلانكو، فرص بالجملة لم يستفد منها نادي القادسية، وأداء نقول أيضا عاد أو إلى بدر أو إلى صالح الشيخ، وهذه الكرة مقطوعة تبعد على طول من نانا للمباراة. ناي طيري شيلها ويبعدها. الدمج يعتبر الأندية الخمسة عشر، لكن قدم مستنوير إلى دا سيلفا والصافرة والخطأ يقول له داخل، دا سيلفا يقول له داخل، داخل دا سيلفا يقول له داخل، شوف اللعبة داخل داخل، حتى الحكم المساعد أعتقد راح للداخل في البداية، شوف يعني لعبتها، شوف هني شوف هني شوف 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 وين داخل داخل، عشان الواحد يكون صريح، ليش المشاهد بيشوف، الحكم راح يشوفها بعدين، المقيم راح يشوفها بعدين، الاستوديو التحليلي راح يشوفونها على راحتهم، لا ركلة جزاء من المفترض تكون للغاتسية، حكم المباراة يوسف النصار تقديره خاطئ احتبره في هذه اللعبة، وارد الخطأ وارد للحكام في كل مكان، لكن دا سيلفا قال له والله داخل، على العموم الكل مو زعلان وخلاص، الخطأ الآن لنادي القادسية، خطأ لنادي القادسية برا 18 بدر، هل ينهي أن يطالبون بركلة الجزاء ويسجل هدف ممكن؟ خلاص لكن حديث عنها بالطرق القانونية، إذا ركلة جزاء لم تحتسب لرمية تماس، اللعبة داخل منطقة 18 والرأسية، ولكن فيها خطأ، فيها صافرة أو فيها خطأ، الصافرة والخطأ، شايف اليد اليد دم بدر مطوع، بلانكو دا سيلفا تروح منه يطالب بخطأ، العب على صافرة الحكم يا دا سيلفا، حارس المرمى نايف المطيري، حلوة ممكن ينزلها لمنوير ويتابع، ولكن نان مد الرياحي طولها على نفسه، واخيرا الكرة برا الملعب الى ضربة مرمى، الى ضربة مرمى، يعني طولها على نفسه وتدخل على طول الدفاع، احمد الرياحي شايف طول الكرة كثير كثير كثير، دخل من نانا، سلامات مد الرياحي، بالسلامة ان شاء الله، شايف ايضا الحارس يساعده نانا، دريسي بينية ليه العزيز مروي لما لعبت على راس المدافع المتقدم فيصل سعيد وسجلوا هدف، الآن الركنية الثامنة، الركنية ملعوبة، بلانكو عدها نانا احترف من بنين ولا زالت خطيرة داخل 18 عدها سقط والمحاولة والحارس ايضا يتدخل برا بيشيل الظهير الايسر قحطاني والبديل محمد درويش العنزي حارس أقرب للكرة خطف هدف التعادل لفريقه أعطاهم الحياة من جديد لكن القادسية بتاريخ واللاعب القادم الجديد لصفوف غورجان ولأول مباراة له بهذا الموسم الإسترالي إيميل دامي يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22